changing the world السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18، إذا شباب اليوم سوف نخوض يعني شرح شامل للتحديث اللي نزل معنا يخص الموسم الرابع، وراح نحدد هل هو موسم رابع وهل هو موسم خامس، لأنه في تفاصيل مهمة لازم نذكرها في هذا المقطع. بالإضافة إلى الأسرار ممكن أنه كثير منكم ما يعرفها الحين عن هذا التحديث أو عن هذا الموسم بالإضافة إلى أشياء ظهرت معنا اليوم في ملفات اللعبة ورح نتطرق إليها في هذا المقطع بإذن الله وأول اول شيء شباب راح نتطرق اليه هو انه في بعض الاشخاص اللي ما حددوا اللعبه للحين يعني يصادفهم هذا المشكل تاكدوا انه ملف ناقص في ملفات اللعبه وهذا يطلب منك انك انا يعني لو كنت مكانك حاول تحذف اللعبه بخصوص اذا أر... انت ربطها اولا على حسابك فيسبوك او على حساب كول اوف ديوتي وبعدها احذف اللعبه نهائيا عن جهازك وعيد تثبيت اللعبه من جديد وراح تتحل معك كل المشاكل يعني وراح تشتغل معك بدون اي مشكل انه تقريبا اغلب مستخدمي الاندرويد صادفوا هذا المشكل بالاضافه لما ندخل الى اللعبه في تحديثات ايضا وفي مهمات لازم تنفذها يوميا زي ما تشوفون هذه الاضافه الجديده لانه القطع اليوميه هذه ما كانت متوفره معنا في السابق لاول مره تظهر معنا هذه القطع يعني كل ما في يعني كل مره وكيف تاخذ هذه القطع يعني ممكن تلعب خمس مرات خمس كل مرة وكيف بالإضافة إلى هذا القطع حينها تستبدلها يعني بالأشياء والأغراض اللي أنت تريدها ومن بينها أرهب شيء أنه سلاح الـ في 30 راح يتوفر بصفة مجانية زي ما ذكرت لكم في التسريبات سابقا بالإضافة إلى شخصية أيضا راح تتوفر معنا مجانا وجمع 60 قطعة أو تستبدلها بـ بحقيبة ظهرية أو يعني أي سلاح مثلا سي سنايبر في كل شيء في كل شيء مظلة نزول يعني كل شيء، المهم أنك تختار لما تجمع هاد القطع تستبدلها بطريقة عادية وتاخذ الأغراض اللي أنت تريدها، وراح تتوفر معنا مدة زمنية كثير يا شباب فيعني لا تأجلون ولا شيء، أرهب شيء أيضا رجع معنا هو هو أيضا شخصية جوست بلازما شباب، لأنه يعني الكل كان <applause> عفوا الكل كان ينتظر نزول هذا الشخصية وبالفعل نزلت معنا مرة ثانية لكن راح تمتد معنا فقط لمدة خمسة أيام، يعني إذا أنت تريد تحصل الشخصية فيلا. رغم انه يعني في مشاكل عده انه حتى يعني طريقه اقتناء البطاقات لكيفيه الشحن انه بسبب هذا يعني الوباء اللي طال يعني جميع الدول عفانا الله واياكم يعني الحين كل شيء في ركود يا شباب يعني حتى بالنسبه للاشخاص يعني اللي ما عندهم كيف يشحنون والله ازمه والله ازمه يا شباب المهم في ما يخص ايضا يعني الصناديق فقط يعني شخصيه جوست بلازما بالاضافه الى سنايبر الذهبي ايضا اللي نزل معنا راح تتوفر معنا ايضا في مده خمسه ايام وبعدها راح تنشال ويتغير المتجر بصفه كليه اوكي فيما يخص عملات السيما في اي جديد شباب زي ما تشوفون يعني نفس الاغراض اللي كانت معنا أنا حتى فيما يخص ايضا تذكره الصندوق الذهبي اللي كنا نجمعها زي ما تشوفون يعني لا زالت متوفره معنا راح تتوفر الى غايه يعني الاول من هذا الشهر. يعني رسميا راح تنشال مع اصدار تصنيف الموسم الرابع ونزول البطل باس راح تنشال الميزه شباب يعني التذاكر هذا راح تروح اذا إيه فاذا انت مجمع قطع حاول انك تستخدمها في اخر يوم هو واحد يعني 31 واحد من هذا الشهر يعني بعد أربعة ايام خلاص يعني ما راح تقدر تستخدمها مره ثانيه فاستغل الفرصه وحاول انك تجمع الاغراض لي يعني لما تحولها بتلك القطعه اوكي ايضا شباب راح نتطرق الى شيء مهم جدا وهو زي ما خبرتكم في التسريبات في مقطع يوم امس انه شخصيه اوترايدر ارتيك بالاضافه الى سوب راح تتغير الملامح الخاصه بهم راح يتم تعديل وتحسين تجسيم الشخصيتين وبالفعل زي ما تشوفون الحين صارت كيوتي يا شباب الشخصيه زي ما تشوفون يعني وجه الشخصيه صار واضح احسن وصار به يعني حتى سوب زي ما تشوفون يعني صارت الشخصيه افضل من السابق اوكي لانه يعني في السابق ولا مش يعني مستحيل انك تتصور ان هذا صوب صراحه لكن حين على العموم يعني مش بذاك الشكل الكبير لكن لا بس المهم افضل من السابق زي ما تشوفون حتى الواجهه زي ما تشوفون يعني تغيرت كثير شباب آه بالنسبه للماب الجديد اللي نضاف معنا شباب راح نشوف فين الماب الجديد اوكي ميلتي داون زي ما تشوفون توفر معنا بالاضافه الى انه للحين ظل معنا كل من ماب سكراب يارد زي ما تشوفون للحين موجود اوكي يعني ما في اي مشكل حتى ماب كيج وهو موجود حاليا لكن راح ينش... راح ينشال ماب ممكن سكراب يارد اللي راح ينشال في في تحدي في عفوا في هذه الايام القليله القادمه وراح ينشال بصفه تلقائيه يعني ومؤقته وبعده يعني ممكن في قديم الايام راح يرجع والشيء المهم جدا يا شباب ولا واحد كان ينتظره هو انه السكور ستريك الجديد بالاضافه الى سلاح الجي كي اس راح يتوفرون في الباتل باس انا اعلم انه جديد ممكن انه الغالب منكم ما يعرف هذه المعلومه لكن راح يتوفرون في الباتل باس يعني ممكن لأول مرة راح تسويها الشركة أنا مش فاهم يعني صراحة أول حركة تسويها شركة كول ديوتي ولكن في, في الباتل باس مش راح يكون للمدفوع راح يعني الكل يحصله أكيد أنه راح يكون في المجان اوكي يعني في الباتل باس المجاني حتى اذا انت ما تشحن المهم في مش عارف اي طاير ولا كيف والله مش عارف يعني كيف راح تكون حركه يعني انك تكسب به سكور ستريك شوك ريكونكار او شوك ار سي او حتى فيما يخص اكيد انه سلاح الجي كي اس راح يكون في طاير لكن هذا والله مش عارف يا شباب السكور ستريك الجديد والله مش عارف كيف راح يتوفر فراح ننتظر باذن الله الى غايه الواحد من ها من الشهر الرابع حتى نتعرف على كل التفاصيل بعد نزول الباتل باس وينزل التصنيف اكيد انه راح كل شيء راح يتضح في ذاك الحين لانه صراحه ايضا في اوبيراتور سكيل جديد يا شباب لاول مره يظهر معنا في ملفات اللعبه ممكن انه راح يكون مائي هذا هو المشكل هذا هو شباب وبصيف وليجندري زي ما تشوفون اش عشرين زي ما تشوفون بصراحة يعني لاول مره ايضا يظهر في ملفات اللعبه هذا الاوبيراتور سكيل شباب يعني ما عندي اي تفاصيل صراحه دقيقه عن هذا الاوبيراتور سكيل لكن باذن الله سوف اوفيكم بكل التفاصيل في المقاطع القادمه بحول الله عنه اوكي حتى نكون في الصوره شباب المهم يعني اشياء انا اعلم أن اغلبكم ممكن يجهلها وما يعرفها عن هذا التحديد شباب لهذا اردت ان اوضح في هذا المقطع كل التفاصيل اللي انتم مش عارفينها بالاضافه الى سلاح الغور ماشين زي ما تعرفون هو الموجود في الملتي بلاير ايضا راح يصير له سكين وراح يصير بهذا الشكل شباب يعني في راح تكون له سكينات ايضا على الاغلب راح تكون في الايام القادمه مش عارف هل راح يكون ايضا في الباتل باس ام راح يكون في على شكل الباكيج مع اغراض اخرى والله مش عارف باذن سوف اوفيكم ايضا بكل التفاصيل لما تتجدد اي معلومات عندي راح اوفيكم بها بحول الله فلهذا دائما ما اطلب منكم انكم لا تبخلوا علي بلايكاتكم شباب لاني انا بسببكم يعني بفضل الله وبفضلكم انا مستمر بحول الله فلهذا لا تبخلوا علي بلايكاتكم الحين راح نتطرق الى الاغراض اللي هي متواجده في طور الباتل او التحديثات اللي طور الباتل رويال زي ما تشوفون مضرب البيسبول بالاضافه الى الفاس البركاني الحين صار يمكن تستخدمهم في طور الباتل على العكس في السابق ما كان يمكن نستخدمهم في طور الباتل كان فقط السكين اللي نقدر نستخدمه في طور البترول لكن بصراحه شباب هذه الاضافه جميله جدا انا شخصيا كنت متمني انها تصير والحمد لله انها صارت ودخلت يعني اللعبه لما شاهدت كل هذه التفاصيل وزي ما تشوفون راح استخدم مضرب البيسبول وراح ندخل ونشوف اذا انه يعني اه شغال عادي او لا ولكن زي ما تشوفون المهم تم اضافته بشكل رسمي شباب وصراحه الحركات به رهيبه جدا زي ما تشوفون يعني والله رهيبه جدا يا شباب الحين اذا بوبجي عندها طاوله الحين احنا عندنا مضرب البيسبول <applause> فانصحكم يعني اذا عندك هذا المضرب انك تستخدمه شباب واعطوني رايكم في التعليقات يعني كيف طلع معكم كيف ظهر معكم حتى بالنسبه للاشخاص اللي حصلوا الفاس البركاني فاكيد طبعا حاولوا انكم تستخدمون الحين راح نتطرق الى الاسلحه بالنسبه للاسلحه اللي هي متوفره في طور البطروية التي تمت اضافتها سلاح زي ما خبرتكم سلاح اليو ال قاموا باضافته ايضا لطور البترول بالاضافه الى الشوتجان انا الحين يعني ما صادفت سلاح اليو ال وانما صادفت سلاح الشوتجان الاش اس 21 26 على ما اعلم اظن هذا هو الاسم الصحيح ان لم تكن الذاكره شباب وانا راح تشوفوا صراحه ما انصحكم تستخدمونه شباب لاني دخلت يعني جيم حتى حاولت اجمع لكم كل التفاصيل عن التحديث يعني حتى قبل ما تجربون يعني كل شيء بنفسكم حتى اعطيكم كل التفاصيل يعني لما دخلت وحاولت اجرب هذا الشوت كان شباب والله كارثه هو سريع في الطلق لكن الدمج والله كارثي يا شباب رغم اني حاولت اني اخذت له كل الاغراض الذهبيه الموجوده لل... يعني اللي لازم نضيفها وغيرت كل شيء به لكن للاسف هذا هو سلاح الاش اس 21 26 ايوه يعني صحيح يعني حتى الدمج مش عارف ضعيف صراحة يعني ليش إذا كان الدمج الخاص به ضعيف فليش تضيفون شوت آخر يكفي سترايكر وشوت اللي كان معنا موجود أول هو أقوى من هذا صراحة ومن وجهة نظري سترايكر أقوى من هذا والله صراحة شباب فيما يخص تعليق اللعبة شوي لاحظت يعني أنه في تعليق شوي لكن ممكن أنه جهازي يعني كانت البطارية نفذ لي الشحن فمش عارف زي ما تشوفون شو يعني في فول فايت صراحة يعني ضعيف مرة يا شباب يعني لو ما سلكت نفسي بعد بعد المروحية لكن كنت في عداد الموتى هذا فيما يخص طور البطل رويال شباب المهم راح احاول اجمع لكم كل التفاصيل في طور الباتل رويال وشاركها معكم في مقطع اخر الحين فيما يخص طور الميتي بلاير شباب اقوى الاسلحه صدقوني انه البيكي 57 صار ارهب سلاح موجود الحين بالطور الجماعي بالاضافه الى سلاح الاس ام 10 أه ايضا حتى فيما يخص الاي سي ار لكن مش عارف الاي سيارة يعني اتضح لي يعني بعد التجربه جربت كل هذه الاسلحه اتضح لي انه البي كي والاس ام 10 الحين هم من افضل الاسلحه في الميلتي بلاير صراحه شباب يعني في من ناحيه الدمج ومن كل شيء بخصوص هذا السلاح والله جربته يعني في الجيم اللي تستخدم فيه هذا السلاح يعني 90% انك راح تحصل الجيم اذا ما كان معك بوتات طبعا وقبل ما ننهي المقطع يا شباب راح اوضح لكم هل هو موسم رابع او موسم خامس فيما يخص الموسم هو S4 لو تلاحظون في بدايه المقطع كان موجود كلمه S4 بالاضافه الى S5 سيزون 5 فالموسم من ناحيه التصنيف فهو موسم رابع لكن من ناحيه الباتل الباس فهو موسم خامس لهذا السبب هم ذاكرين S4 تلاقي يعني S4 وتلاقي S5 او سيزون 5 يعني نفس الشكل فالبطل هو يعني صارت لخبطة يعني صراحة باللعبة لكن احنا نعتمد على التصنيف اكثر التصنيف هو اساس اللعبة فلهذا نذكر انه الموسم الرابع يعني اتمنى توضحت الفكرة شباب يعني هذا اللي كان يخص مقطع اليوم شباب اتمنى اني افدتكم في هذا المقطع فكالعادة شباب اللايك مجاني اتمنى ان تقدروا تعبي ولا تبخلوا عليه بلايكاتكم ومشاركة المقطع ان استفدتم طبعا شباب فيلا دمتم في رعاية الله وحفظه لايكاتكم مع السلامة شباب If you would like to get exclusive content updates, previews and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty soldiers.